عن اذنك عن اذنك يا رجل. اتفضل يا بدر. ايه يا بدر؟ بعدين هقول تعال. ايه الليله دي محدش طبيعي ابدا. في ايه؟ عربيتي يا دكتور هتوصلك المطار، سواقي وعربيتي تحت امرك. Thank you.
بسرعة. اهدي بس يا ماما، مش ههدى، مش ههدى لما نزله سابع عرض زي ما طلعت السما فوق. عمر. نعم. انت طالب. شك. ما تدخلش الشركات ولا تيجي ناحية حساباتي في البنوك. ده يا ماما. استنى بس يا ماما. بعد ما صليت شفت وصلتها فيك. سيب العربية قبل ما تمشي. حاسب هنا، أنا حاسب كل حاجة باسمك، إنما اللي باسمي هاخده، وإحنا هنقسم. جبان، كنت فاكرني مش هعرف، ها؟ وهتصرف عليها من فلوسي طبعًا. فلوسك دي كانت زمان، نص مليون جنيه ومن فلوسك. شفت النهاردة بقى وقت إيه؟ فلوس هي اللي اشتغلت. المحامي هيشرح لي كل حاجة. على إذنك. استنى يا بابا عشان خاطري. انا عشان خاطرك اعمل اي حاجه، بس بعديها ما تحسسنيش بالذنب. سيبيه يخرج يروح للننوسه بتاعته. انا اسف. استنى يا بابا. لا بابا استنى.
بتعرفش القوانين قوي، انما متهيألي ما توصلش لدرجة قلة وزير وأوضة فوق السطوح. الأمور ممكن تاخد شكل تاني خالص. اوعى تسيبني يا عمر، اوعى. ده أنا ما صدقت أعيش عيشة مستقرة، عيشة كلها أمان وحب. ما تخافيش يا نونس، أنا مش ممكن أستغنى عنك ولا أسيبك. أنا أسيب العالم كله وما أسيبكيش أنتي طول عمري. خايف أرجع أتلطم تاني زي ما كنت متلطمة، لكن مهما هيحصل ومهما هتكون الظروف مش ممكن هرجع عن سكة الأمان، سكة السلامة. عمر، عمر زيداني اتجوز عليا. معلش يا ماما، غلطة. اسكت يعني؟ ابلعها؟ لا، نخليه يصلحها بس من غير ما تطرديه من البيت. انا لازم اعاقبه، لازم ارجعه زي ما كان. تصوري ان اسمه شركة ومعدات وارصدة بعشرين مليون جنيه، من سرقني من غير ما اعرف. يا ماما، النص مليون بقوا 100 مليون في 30 سنة بمجهود بابا. لا، بمجهودي أنا، بألاخاتي أنا. ده مجرد كان سواق عندي من ضمن السواقين بتوعي. ماما، أنا شايفة يا ماما إن إحنا نخليه يطلقها ويرجع البيت والعتاب بعدين. قصدك تقولي العقاب مش العتاب. بكرة تشوفي المحامين بتوعي هيعملوا فيه إيه. إن ما جردته من كل شيء مبقاش انا محاسن بنت طاهر باشا. مراد هيجنني يا وهيبة، هيجنني. بقولك ايه يا رتيلة، ايه رأيك يا اختي انك تكتفيه بكم وصل وكم شيء؟ وحتى لو كتفته مش هقدر اعمل فيه حاجة يا وهيبة. ده روح يا بنت، حد يسجن روحه يا وهيبة الا الغبي؟ الو، هو انت لو رحت عند رتيبة مش هعرف انت فين يا مراد، ومش هخليك تحصل عيسى مرزوق. انت مين؟ اللي دفعت للي هيقتلك قد اللي خدته من الباشا. رتيبة مش هعرف انت فين يا مراد، ومش هخليك تحصل عيسى مرزوق. انت مين؟ اللي دفعت للي هيقتلك قد اللي خدته من الباشا. الو، انت مين؟ رد عليا. في ايه يا بيه؟ الو، في ايه يعني؟ في ايه؟ واحدة بتهددني في التليفون. ليه؟ مش شغل، ما انت عارفه الحقد اللي في الشغل بقى. اي شغل يا اخويا؟ قول منين، قول، ما تخافش. فينك كبير يا حبيبي؟ اقول ايه بس يا رتيبة؟ ده انا ستر وغطى عليك. ما انت عارفه الشغل بقى. لا مش عارفه يا مراد، كنت اعرف اول ما قلت عاوز مزرعه. النهارده مش حكايه مزرعه ولا محل، ده انت بقيت بتاع كله. ما انت عارف ان انا بعرف يا مراد. ولما انت عارفه رتيبه بتسالي ليه؟ عشان يا اخويا نعمل حسابنا ونفصل الهدوم السوداء. انت بتفولي عليا ليه؟ انت ايه حكايت؟ ايه حكايت؟ خلاص يا وهيبة سيبيه على راحته. يوه، وان ما ريحناه يبقى يستاهل اللي يجراله. مالك يا عمر؟ انت زعلان عشان سحبت منك كل فلوسك؟ ولا يهمك، فلوسي كلها تحت امرك. ربنا يخليك ليا يا نونس. انا زعلان عشان كده. تسحب اللي تسحبه، انا غني بفضل ربنا عليا ومن غيرها. امال زعلان ليه؟ زعلان عشان بنتي صحتها على قدها، وزعلان على الـ30 سنة اللي راحوا من عمري وانا بشتغل معاها. شبابي كله راح معاها من وانا عندي 18 سنة. على فكرة يا عمر، انا رحت للدكتور النهاردة وقال ان الحمد لله الحمل ماشي كويس قوي، مفيش اي متاعب. الحمد لله، يعني الزيدان الصغير هيزقزق في وسطينا بعد كام شهر. اخيرا هيبقى لي ولد، ولد يحمل اسمي، زيدان عمر زيدان.
يا ريت يا نونس يا ريت، ده أمل. ولد بنت، كل اللي يجيبه ربنا كويس. بس أنا أملي في ربنا كبير يديني ولد، ولد بعد الصبر ده كله. الدكتور قال لي يمشي كتير، المشي مفيد قوي عشان الحمل. طبعا المشي كويس، تيجي نمشي الوقت؟ لا مش دلوقتي. تاكل بقى؟ آكل ونص. يا أم زيدان يا منورة. هقوم أسخن لك الأكل. أحمدك يا رب وأشكر فضلك. أولا يطلقها، وبعدين أفكر أرجعه ولا لأ. حاضر يا ماما، هروح أقول له وأجيبه لك لحد هنا. سيبيه لما أعرفه بمقامه شوية. هو الظاهر نسي نفسه، افتكر نفسه حاجة. لازم أعرفه بنفسه. يا ماما هو عارفها. بابا عمره ما كسر لك أمر. عمره ما كسر لي أمر. ده كفاية إنه اتجوز. من وراكي. في السر يعني، خايف منك وعامل لك الف حساب. وبعدين يا ماما مهما كان او شايف لك شغلك ونفعك، انت اللي قلت الكلام ده. جه اليوم اللي فكرت بكلامك. صدقيني يا ماما، مفيش احسن من الهدوء في حل المشاكل. قاعد باكل بالجلابيه والشبشب واقطع الفراخ بايدي، عارفه لو ما حدش شافتني كده كانت صرخت، قالت خلاص حصل الجريمه، بروتوكول الاسر العريقه ضاع واتقطع. بس انت مع نوسه مش مع محاسن يا عمر. ربنا يخليك ليا. من فضلك قولي بابا ان جاي الدكتور. حاضر. دانيا هاني مستنيه حضرتك في الصالون. كده؟ تعالي دانيا، تعالي كولي. ميرسي يا بابا انا مستنياك. طب هات لي حاجه ساعه عقبال ما اكل. عمر انت كل براحتك، انا هقوم اقعد معاها، مش معقول هنسيبها لوحدها كده. طول عمرك صاحبة والي. اهلا يا دانيا. اهلا يا مدام. اتفضلي يا فندم. ميرسي. اتفضلي. ميرسي. اهلا 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 يا دادي. ايه ده يا بابا؟ حضرتك قاعد في الصالون بالجلابيه؟ بالفانيلا حتى، وانا مش في بيتي ولا ايه؟ شايف عادات حضرتك اتدهورت ازاي؟ المدام اثرت عليك. ايه يا دادي؟ ازاي تتكلمي بالطريقه دي وعامله ايه؟ بابا ماما مستعديه ترجع حضرتك بس بشروط. من غير ما تشرط عليا، انا ما اقبلش اي حد يشرط عليا، خصوصا مراتي. مراتي يعني ليها حدود. مراتي يعني هي الست وانا الراجل. انا سيد البيت، مش هي ليها الامر والنهي، واحنا علينا الطاعه. لا، كل شيء لازم يبقى له حدود، فاهمه؟ بس خلي بالك يا بابا، لو فضلت متمسك بموقفك ده ماما هتحاربك في السوق. انا مقاول ومعايا اذن استيراد وتصدير. امك هتحاربني في ايه بقى؟ هتدخل في المناقصات؟ المقاولات مش لعبتها. نوسة هي ست البيت على حق، زي ما شفت امي مع ابويا. جاريه يعني؟ ماما لدي بفلوسها. داليا، انا لما اتجوزت نوسة كانت مليونيره، انما يوم ما اتجوزت امك كانت نص مليونيره. دي يا بابا؟ ايوه دي. عارفه ازاي تراضي جوزها وتعمل اللي هو عاوزه، وهو شغالها قدامك وهي حامل. واضح ان حضرتك راضي عن العيشه اللي انت فيها قوي يا بابا. الحمد لله، اخيرا لقيت نفسي. حسيت ان انا راجل البيت، وان البيت ده بتاعي، وان الست اللي جوه دي ملكي انا، مش انا اللي ملك للست. هتقعدي واقفه ليه؟ معلش، كان لازم اعمل كده لاني كنت مخنوق. النهارده بس حسيت ان انا حر. النهارده بس عرفت ان الحريه لا تقدر بالفلوس،
دي الحقيقة يا محسن هانم. أي حرب بينك يا محسن هانم وبين عمر بيه تخسريها. ليه بقى؟ السوق. السوق عارف عمر زيدان ومش عارفك. ده أنا اللي كنت بشغله. وأنا اللي هشغل كل الشركات دي بنفسي. الاسم التجاري يا هانم بفلوس. وكل الشركات باسم عمر زيدان. الناس عارفاه. حضرتك هتبتدي من أول وجديد. يعني عايز تفهمني إن الراجل اللي أنا كنت بحركه اسم كبير في عالم التجارة والمال وأنا لأ؟ دي الحقيقة يا محسن هاني. يبيع ويشتري ويشتغل أكتر مني؟ أنت غلطان يا أستاذ. نجرب. نجرب نشتغل بالاسم الجديد من غير ما نحاربه أو يحاربنا لحد ما نقف على رجلينا. أنا لازم أفلسه. إزاي بس الكلام ده؟ عمر بيه مش شخصية ضعيفة. ده من أكبر الشخصيات العامة ويقدر ياخد مناقصات وتسهيلات في أي وقت. اسم عمر زيدان من أنظف الأسماء في السوق. لازم أحاربه. قصدك نحاربه بإننا ندبر له مكيدة أو مؤامرة؟ أنا ما أعرفش أشتغل بالشكل ده. أنا أشتغل دغري وعمر بيه رجل دغري. هنقدر نعمل فيه إيه؟ أنا آسفة يا أستاذ. أنا هشوف محامي غيرك. أنصحك يا هانم بإنك ما تغامريش وتمشي في سكة غلط علشان ما تخسريش. معقولة؟ معقول عمر زيدان يقدر يقف على رجليه من غيري؟ مش ممكن. يا سلام، الراجل اللي اخترع الجلاليب ده راجل نذهب صحيح. ايه مالك؟ زعلانة ولا بتفكري في حاجة؟ لا ابدا. انا حاسس ان انت مش مطمنة للدنيا عشان كده هكتب لك عمارة باسمك. يا عمر انا مش عايزة اي حاجة في الدنيا غيرك انت. انت كل حياتي. يبقى خلاص سيبينا املك مستقبلك بنفسي. امرك. امرك طلع من بقك زي العسل. يا سلام، فين الايام اللي كنت عايش فيها من غير امر هنا؟ احساس فظيع ان الراجل يحس انه قميص وبنطلونه بس، يحس انه بدله وجزمه وبس. خيال ما قاد واقف في بيته محدش عامل له حساب. عبدو، عبدو، خد ارمي الملاذ دي بره. مش عايزة حاجة منها هنا. مش عايزة حاجة من ريحته. بره بره. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ انت كده بتحرقي كل الجسور. هو اللي حرقها. ماما ازاي تهيني بابا قدام الشغالين؟ ماما ارجوكي اوعي تنزلي اسمي. ده لي عمر زيدان. عمر زيدان في اسمي وفي قلبي. ارجوكي ماما بلاش تهيني تاني. اهينه بس؟ ده يستاهل اكتر من كده. لا يا ماما ما تقوليش الكلام ده تاني. متضايقه عشانه؟ طبعا يا ماما، ولو حضرتك مكانه كنت برضه هتضايق عشانك. ماما انا مش هقدر اعيش في البيت وانا عماله اسمع الاهانات دي بودني. بعدين بابا عمره ما اهاني، طول عمره بيحترمك. باباكي باعني بعد ما جبته من الجراج للسرايا. عملته بيه باشا، كبرته وقلت ده هيبقى علشاني، بتاعي انا. كان نفسه يخلف يا ماما. يخلف؟ ما هو مخلف. امال انت ايه؟ انا ايه كلامي؟ طبعا بنته، بس بابا كان عنده امل ان يكون له ولد. انا اللي غلطانه يا دانيا. فعلا انا اللي غلطانه. جبت فار وعملته اسد، واول ما طلع له سنان عضني. عضني انا. ماما أرجوك يا ماما لازم تهدي ونفكر في حل. مش ممكن نفضل قاعدين هنا ونسيب بابا هناك كده. مش هينفع. ده اللي كنت منتظره منك. انت يا ابني نجحت في كل حاجة. المال القليل كتر على ايديك لدرجة انه مبقاش بتاعي انا لوحدي. المال ده من حقي ومن حق اللي عمله. اهم حاجة الحمد لله على السلامة. بس انا ليا رجاء عندك انك تعلم ولاد اخويا الاخلاق والمسل اللي انت عليها يا بدر، وانا تاخدهم اخواتك وتحاول تعلمهم. دول برضو ولادي رغم عيوبهم. للاسف واضح ان مفيش فايده. لا لازم يكون في فايده. ارجوك يا بدر حاول تاني. عيسى مرزوق له عصابه هددت بالتليفونات ووصلت للمكاتب. طب وسعادتك عملت ايه؟ بعت لك. ما احنا ما نقدرش نبلغ البوليس. أنا مش قادر أحدد عصابة عيسى مرزوق يا باشا. ابحث شوف.
دور. انا مش ساكت يا باشا. دول راحوا المكتب عندي وضربوا سوزي واجبروها انها تديهم كل المعلومات عني. يعني هم كشفني وانا مش كشفهم. اتصرف. طبعا يا باشا لازم اتصرف. يا انا يا هما، يا يقتلوني يقتلهم. انا كنت ساكت وما كنتش بتكلم في اللي حصل لاني كنت مستني لغايه لما تهدوا. اهدى اهدى ازاي؟ انت ما تعرفش عمر ده كان ايه؟ عارف يا هاني، كان جوزك وابو بنتك. انا قلت لبابا انه طلق الست دي وماما ترجعه. بطلوا بقى تفرضوا على عمر بيعمل ايه وما يعملش ايه عشان ما تبعدوش عن بعض اكتر من كده. امال هو اللي يفرض عليا بعد ما عملت عمر بيزي ده؟ ممكن ننسى هو كان ايه؟ وتعالوا دلوقتي نشوف هو وصل لايه وبقى ايه؟ لازم نبص للامور بالشكل ده عشان نقدر نوصل لحل. انت تقبل انه يتجوز اللي اسمها نوسه دي ولا غيرها؟ حقه الشرع يا هاني. ايه الكلام ده يا بدر؟ يعني انت ممكن تتجوز عليا؟ تالي ارجوكي خلينا في موضوعنا. عمر بيتجوز والست بتاعته حامل وهتولد ولا ولدت؟ يعني بقاله بيت تاني. ارفض ده، انا ما اقبلش. طبعا ازاي تقبل؟ حقك يا هاني انك ترفضي، لكن تحاربيه ليه؟ ارجعه زي ما كان. هتخسري يا هاني. عمر بيه ما بقاش هي. وانت فين لما ماما تخسر؟ انا ما اقدرش احارب عمر بيه يا داليا. المفروض انك تقف جنبي. اقف جنبك عشان امنعك من الغلط في حقه، لكن مش عشان احاربه. تمسك شركاتي. اسف، ما اقدرش احل محلي. سامع يا داليا؟ سامع بدر بيقول ايه؟ ارجوك يا محاسن هانا، داليا مراتي، يعني رايها من رايي. وماما؟ ماما يا بدر. نعيش بالمعروف ونفترق بالمعروف، لكن نخسر ونخسر بعض لا. ارجوك يا هانا، ارجوك انك تهدي وفكري تاني. بلاش يا ماما تقف قدام بابا في عمليات تخسرك او تخسرك. هي بقى انتوا الاثنين متفقين عليا بقى. ابدا يا ماما، بس ادي لبابا فرصة انه يصلح غلطته. محاسن هانم، داليا وانا ولادك وولاد عمر بيه، وكل اللي احنا عاوزينه ان الصح بس هو اللي يكون بينكم. بعد كده نسيب القلوب تحكم. يا ماما، ماما الغلط ملوش داعي. الحب ممكن يحل مشاكل كتير قوي يا داليا. يا رب يا رب ولد يا رب. صحيح. يا ما انت كريم يا رب. انا تعيسه، تعيسه قوي قوي يا بابا. ليه يا بنتي؟ يعني حضرتك مش عارف ليه. انت ناقصك حاجه. ناقصني انت يا بابا، ناقصني ان انت وماما ترجعوا لبعض. شوفي يا داليا، انا وامك ممكن نبقى كويسين مع بعض، انما نرجع تاني لبعض لا. ليه يا بابا؟ لأن أنا متجوز ست بتسمع كلامي وتنفذ أوامري وتعمل كل اللي أطلبه. أمك عاوزة تتجوز راجل يسمع كلامها هي وهي اللي تبقى الراجل بفلوسها. يعني فلوسها دي حضرتك ما خدتش منها حاجة؟ أنا خدت، بس أنا اديت كمان ومسك الآلة الحاسبة اهي. إذا كنت مديون لأمك بمليون جنيه أنا مستعد دلوقتي أدفعهم على شيك. زي الشيك اللي حضرتك بتبعتولي أول كل شهر؟ ده مصروفي. ما انا عندي جوز يا بابا، ولا نسيت؟ الله، مستعجلة ليه؟ ابدا يا بابا، انا ماشية. لا استنى. ابي تعالي يوم الاربعاء اللي جاي عندي الساعة 2 الظهر عشان تحضري اسبوع اخوك. اخويا؟ ايوه، نوسة جابت لي ولد هسميه زيدان. زيدان عمر زيدان، الحلم اللي كنت بحلم بيه طول عمري. مالك؟ المفروض تبقى مبسوطة من زعلانة. انت جالك اخ اهو راجل. راجل؟ ده لسه طفل يا بابا. ايوه بس هيبقى راجل. تعالي انت بس يوم الاربعاء وانا هخليك تشيليه وتلعبيه عشان تحس ان بقالك اخ راجل. لو ما جيتيش هزعل منك. انا محاسن يا عمر.
تعالى، أنا عايز أتكلم معاك، عايزين نتفاهم يا عمر، أنا محتاجة أتكلم معاك. ما جراش حاجة، ما احنا طول عمرنا بنتفاهم مع بعض. هو جرى ايه يعني؟ طيب مع السلامة. كده معقول، معقول قوي. مستر انه بيتصالح بسرعة، خلاص مجرد ما كلمته كلمة. هدي الناس عايزين يقتلوني يا رتيب. هم مين؟ معرفهمش. بلغ البوليس يحميه. ما اقدرش. لازم اعمل عامله سودة وهربان من البوليس وجاي يحتمي فيكي. واحميه ازاي وانا ما اعرفش عملته ايه؟ ما هو لازم يصارحك بقى يا معلمه. صارحني يا مرمى عشان اقدر احميك. انت عملت ايه بالظبط؟ ما تتدخليش في شغلي يا رتيبه. تكونش قتلت قتيل؟ لا ما حصلش. ما هو اذا كنت قتلت يبقى ما تلزمنيش. انا ممكن اتوبك عن السرقه، عن التهريب، عن قله الادب، انما بقى لما تقتل يبقى صدر عليك حكم الله بالقتل، ودي بقى يا حبيبي ملهاش دواء عندي. يعني ايه؟ يعني ان كنت قتلت تهوني يا ابن الصراماتي وتبعت مستحقاتي على داير مليم لوريك نجوم الضحى. يا ساتر، ده انت غريبه قوي. الجواز بالحب الا انه يخرج على الحدود. وانا هقتل ليه بس؟ عشان الفلوس يا تيمورات. اسكت انت. سيبها تتكلم. قتلت ولا لا؟ لا. خلاص الباقي بقى يتصلح. اشتغلتي بقى عليه يا معلمه. اولها تسيبي المكتب بتاع التصدير والاستيراد المشبوه ده. ثاني هام مالناش في اي حاجه ضد القانون. ثالث هام نرجع للارض اللي قلت لي ادفعي عشان اطلع وازرع ونقعد فيها. الارض ما بتديش، ما بتديش يا رتيبه. مع الزمن هتدي. مالك مسروق ومتصربع على ايه؟ عايز اعمل فلوس، عايز اعيش بقى. اللي جايك وماشي في سكتك كده مش ممكن ابدا يعيش. ليه صغير يا على ايدين البوليس، يا على ايدين اللي زيه، يا في السجن. هنرجع للارض يا نايا ولا تسوينا؟ هنرجع رتيبه، بس انا بقى مش هرجع ومش هطلع نوسة بعد ما اشتريتني ابو الدفا. عاوز انت ترجع انا مستعد ارجعك، بس على شرط العصمه تبقى في ايدي. انا اللي اقول لك انت طالق، مش انت اللي تقولي لي انت طالق. لا لا يا عمر، اللي انت بتفكر ده مش ممكن يحصل. يبقى انا مش عاوزك. نطقتها نطقتها بلسانك يا عمر؟ لساني زمان كان بينقط عسل، بس من هنا ورايح مش هقدر اقول كلمه حلوه. ليه يا عمر؟ ليه كده يا عمر؟ يعني لساني زمان كان بيعبر عن احساسك انت، دلوقتي بيعبر عن احساسي انا. زمان كنت بقول مشاعرك انت وكلمات الود والمجامله وبس. كل ده يطلع منك يا عمر، أنا كأني بكلم واحد غريب. واحد ما كنتش متجوزاه ولا أنا مراته. واحد غريب عني. الغريب يا هانم إن الست تبقى راجل والراجل يبقى ست. الغريب إن الست تبقى كل شيء والراجل ولا شيء. لاحظ إن أنا بحاول أكسب ودك. اكسبي ودي بطلبات معقولة. لما تطلبي مني ازاي ان انا اطلع نوسة، ازاي اخد ابني واربيه هنا بعيد عنها، ازاي احرم ابني من امه؟ يعني انت نويت على ايه يا عمر؟ طلبك مرفوض يا محاسن.
الو، انت وهيبه ولا رتيبه؟ انا وهيبه يا حبيبتي. اديني مراد شوقي. ليه؟ عشان اعرفه اني سبته ليله امبارح بمزاجي. انا بلعبه، لسه بلعبه. بتلعبيه؟ بتلعبيه ايه يا دناية؟ قصدي يعني تقصدي ايه بكلامك؟ يعني حموته الف مره قبل ما اقتله. تموتيه؟ قلتي تموتيه؟ تموتيه ليه يا شاب؟ هو عملك ايه؟ هو ما قالكيش يا وهيبة؟ طب اسألي. انت بتتكلمي معاها؟ الو، مين؟ قوليلي انت مين وانا هعرفك امتى. هتعرف وانت بتموت يا شاطر. هي عايزة تقتلك ليه يا سي مراد؟ وهيبة. نعم. حط لي هدومي في الشنطة، أنا همشي من الشقة دي. التربية الحديثة بتقول إن الطفل لازم ينام في أوضة لوحده. أنت قريت الكلام ده؟ لا، أنا عايزه يتربى في حضن أبوه وأمه زي ما أنا اتربيت، بطريقة أهلي. عشان يطلع شخصية مستقلة؟ طبعًا، أنا مش عاوزه يطلع عاطفي يفضل لازق فينا في صغره وفي شبابه، وبعد كده يفك مننا ويلزق في مراته، يبقى سجين عواطف امه وابوه، وبعد كده يبقى سجين عواطف مراته. بس انا مش عايزاه يطلع برياوي، عايزاه يطلع لازق فينا. انا عاوزه يطلع شبعان من حب ابوه وامه، مش عاوزه يعرف الانانيه والكره والحقد ولا الحرمان، خصوصا من حبنا. الكتب الحديثه بتقول انا مش عاوز كتب الخواجات دي وتربيته. الحاجات الحلوه ضاعت من بلدنا من يوم ما قلدنا الخواجات وتربيتهم. اللي تشوفه يا عم. وهيبة؟ وهيبة؟ ايوه. مراد فين يا وهيبة؟ راح شقته اللي في المهندسين. مالك عاملة في نفسك كده؟ مش جوزي يا بنت. يو، ما انت طردتيه يا رتيبة. ايه؟ وهو معقول اقعد راجل زيه بعد اللي عمله؟ خلاص، ما دام انت مش عايزاه سيبيه يروح لحاله. لا، قلبي مش مطوعني اطلقه، بس معقول اللي زيه ينسلح حاله؟ ايوه يا سوسو، شوفي لي عنتر فين وتعالي لي انت وهو شقه المهندسين. هنلاقي بنوسه شويه، احسن زمانها افتكرت ان احنا نسيناها. خلاص بسرعه. الله يعالى يا نوسه. لكن هتروحي مني فين؟ بالكذا مليون. بقى دي نيتك، وعشان كده هربت اليومين اللي فاتوا دول وغيرت نمرة تليفونك. بس اسمع، تروح المهندسين، تروح الصحراء، تطلع القمر حتى، مش هعتقك يا مراد. ايوه ايوه يا باشمهندس، شاكك في الاسمنت ما تستعملوش. لا يا اخويا مش هزعل، اوقف المباني خالص. ايوه، مع السلامة. ايوه يا باشمهندس، الاسمنت اللي في الموقع مش مظبوط، شوف مين وازاي نحاسب اللي معهن. بعدين بعدين يا باشمهندس. مساء الخير حسن. اهلا. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي، تشربي ايه؟ أنا مش عارفة أشغل الشركات يا عمر، بتخسر، وبدر شريك، وداليا مش عايزة تتفرغ ليها ولا الحاجة، مش عايزة تشتغل خالص. أيوة، بس أنت عندي كام موظف كويسين، لو مسكوا الإدارة كل حاجة هتنظبط. لا يا عمر، عايزاك ترجع تشغل الشركات زي ما كنت بتشغلها. أنا؟ أيوة. حاضر. ما قلتيش تشربي ايه؟ انت عارف انا ما بشربش حاجه بره البيت. قوم بينا نشرب اللي هنشربه في البيت عندنا، واكتب لك الاوراق اللازمه. لازم في البيت؟ مش كفايه ان انا جيت لك لحد هنا يا عمر؟ حاضر، تحت امرك.
بس هقول للموظفين يعملوا ايه ونمشي على طول. تعرف انك اتغيرت خالص يا عمر، رجعت شباب زي الاول، وانت منوره اكتر من الاول. احنا مش قدام عصابه عيسى مرزوق بس، ده احنا قدام نوسه كمان. نوسه اللي خدت فلوسي وبتلعب بيها دلوقتي على مزاجها. نوسه؟ نوسه سهله وامرها سهل. لازم تتقدم، لازم تتربى. ارجع فلوس الاول على داير المليم، وبعد كده اديها درس واخليها عبره لغيرها، عشان محدش يكون معلمه ابدا. طيب امشي انا بقى يا محسن هانم. محسن هانم؟ ايه محسن هانم دي يا عمر؟ ما علينا، اذا مشيت هشوفك امتى؟ ما انا حاب اشوف الشركات وارتب شغلها وارجعه زي ما كنت ماشيه، وبعدين اديكي خبر بكل اللي حصل. لا ما تدينيش خبر يا عمر، انت تيجي وكل يوم. انا لسه في كلام كتير عايز اقوله لك يا عمر، انما يظهر انك انت مستعجل. وفي مشاكل تانية؟ انا مش في المشاكل، انا في حياتنا، في البيت ده، في داليا وصحة داليا. صحة داليا؟ مالها صحتها؟ البيت ده مش هيرجع لطبيعته يا عمر من غيرك. دي حاجات تانية محتاجة حساب وعتاب، محتاجة حاجات كتير قوي، محتاجة تفكير. خلينا في الشركات أحسن. السلام عليكم. ألو؟ طب بس نتفاهم. أنا بس بقول لك أنا وراك وكشفاك. أنا مستخسرك في الموت يا ثانية. عرفت بقى إني عارفك؟ أنت جريئة وذكية، وده النوع اللي أحب أشغله معايا، عشان كده سايبك وبعد مراد عنك لحد دلوقتي. بس كشفك. عيسى مرزوق طلب مني أصفي حساباته معاكم، ده أنتوا خدتوا منه كل حاجة، حتى أرض القرية السياحية اللي كان حاطط إيده عليها حاولتوا تاخدوها. عيسى مرزوق خان اللي عملوه معلم، والخيانة عندي لها ثمن واحد معروف. أنا ما تهمنيش الفلوس، بعملها وأخلي الصبيان بتوعي يعملوها، عشان كده ممكن أسيب الطماع اللي زي مراد، لكن ما سيبش الخاين أبدا. وانت كمان خاين كبير ملكش أمان. تعالي معايا وانت تبقي دراعي اليمين وتعملي الفلوس اللي انت عاوزاها، بشرط أقتل مراد شوقي. مراد لسه ما خلصت دوره، بعدين لما ينهي دوره، انما دلوقتي لا. بعد كده بقى ان شاء الله حتى تلعبي بيه الكورة. وانكشفني؟ لا ما تخافيش، مش هخليه يكشفك، وحسيبك تلعبي براحتك، مش هعتمن عليكي. بس بقى يا حلوه، لو لعبتي معايا انا هفرمك. انا طبعي كده، احب اشغل اللي ماسكين سكاكين لبعض، لكن بينفذوا اوامري كويس. بتقولي اجري واطير واسافر معاك، بس عقلي خايف. خايفه من ايه؟ من التغيير؟ جايز. ولا خايفه مني لا اتغير؟ ممكن. طيب ليه؟ مش عارفه يا محمود، انا حاسه ان انا هسيب كل حاجه، اهلي وبلدي وشغلي. هعمل ايه؟ امي وابويا هيعيشوا ازاي؟ طيب الوظيفة كانت بتديك قد ايه؟ بتديني استقرار نفسي. بسيط، نحسب اللي كانت بتديهولك الوظيفة نحطه في البنك ضمان لبابا وماما. طب ما انا برضو مش هشوفه. يعني ما انتي سبتي مصر ورحت اسكندرية؟
اسكندريه قريبه. الطيران قرب الدنيا خلاها قريه صغيره. طب امال انا خايفه ليه؟ الظاهر درجه حراره الحب لسه ما وصلتش للحد اللي يخليك تسيبي مصر وتيجي معايا. وده ذنبي؟ لا لا لا، هو طبعا كان لازم يبقى في وقت، بس المشكله ان انا ما عنديش وقت، يعني داليا وحملها وترتيب علاجها هياخد وقتي وجهدي اليومين الجايين. بعدين بصراحه انا مش فاهم ايه حكايه تسيبي اهلك وبلدك دي، يعني ده كلام زمنه انتهى. طيب يعني لما تروح المستشفى في لندن وانا هقعد لوحدي وضعيفه والحمد لله في الانجليزي، هقعد اتكلم مع مين هناك؟ ما اعرفش حد. انا وبس، هبقى ابوكي واخوكي وصاحبك وجوزك وكل حاجه ليكي في الدنيا. طب ما انا موافقه، بس هيأني نفسيا للنقله الكبيره دي، ما تصدمنيش كده مره واحده. على فكره المكان هنا ظريف. طب وبعدين يا هد؟ وبعدين؟ ها؟ هو ايه وبعدين يا ماما؟ يا بنتي ده انت من يوم ما سافر يا اما سرحانه يا اما بتعيطي. لما كل واحد يقول لك كلمتين وتعملي في نفسك كده، امال هتتجوزيه وتعيشي معاه ازاي؟ هعيش معاه زي ما انت عشتي مع بابا. لا يمكن طبعا هتبقي زيي، لان اي واحد بيبلفك بكلمه حلوه بيبقى هو وبس. هو عيب لما عز الراجل اللي هتجوزه يا ماما؟ خيبه خيبه تقيله قوي انك تخليه يحكم فيكي ويتحكم. من حقه. وانت فين حقوقك؟ ما هو نضيعها، مش هحبه ابدا يا ماما. اها، يبقى نعمل حسابنا بقى وما نندلقش وما نبقاش شخشخه في ايديهم، لازم هما اللي يبقوا شخشخه في ايدينا. لا يا ماما انا مش عاوزه ده. يا حبيبتي افهمي، مش هفهم اسلوبك ده ومش عاوزه افهمه. انا مش عارفه انت طالعه خايبه لمين. انا بكره الصبح هسافر اقدم استقالتي. مش لما نطمن له؟ انا مطمنه يا حبيبتي. اسمعي الكلام، ما هو وجع القلب في الاول وفي الاخر لينا، عشان كده لازم نطمن له. انت عاوزه مني ايه بالظبط يا ماما؟ عاوزاني افضل في الشغل واضيع مستقبلي تاني؟ لا، عايزاكي تاخدي اجازه طويله لغايه ما نطمن له. مفيش اجازات طويله في القطاع الخاص، يشتغل يستقيل، وانا قررت استقيل. ياه للدرجه دي؟ مش ناقص غير انك تركبي الطياره وتروحي له قبل هو ما يبعت لك. عايزين اعتماد للتوقعات يا فندم. لازم اراجع كل حاجه. شوف سعادتك، انا ماضي وكاتب كلمه واعتمد، مطلوب من سعادتك الان بس. لازم اشوف بنفسي كل حاجه حمضي عليها حسن يا فندم. وايه فايده ادارات والموظفين يا فندم لما سعادتك هتراجع كل حاجه؟ شوف يا فندم، دي بخصوص اجازه زكي يا فندم. ماشي. ودي بخصوص اجازه بدون مرتب. تمام. ودي يا فندم بخصوص تسويه الست ليلى. ماشي. ودي يا فندم موافقه على بناء عماره. ودي يا فندم. استنى استنى. انت بتغشني يا حسن افندي؟ عايز تمضيني على ورقي ملك مراد شوقي ارض الدوله؟ يا فندم اكيد دي جت غلط يا فندم. مش مكسوف وانت بتغشني وبتغشي نفسك واولادك وبلدك؟ ارض الحكومه مش ملك الحكومه، ملك الناس. ما هي الحكومه من الناس يا حسن افندي. يعني الارض دي كل واحد في البلد له فيها، حتى انت. اشتروك بكام؟ 1000؟ 10؟ 20؟ 100؟ اسمك وسمعتك وشرفك واولادك بالمبلغ ده؟ فكرت لما تتسجن مراتك واولادك هيعملوا ايه؟ فكرت لما تاكل مال حرام هيحصل ايه؟ فكرت يا حسن افندي؟ فكرت ولا خلاص الفلوس نسيتك كل حاجه؟ يا فندم اتفضل. اتفضل يا حسن افندي. انت متحول للتحقيق. اعوذ بالله. اعوذ بالله. انا مش قادر على فتح مصطفى يا باشا. يبقى سعادتك تتصرف في الارض بمعرفتك. شفت مقاول يبني القرية السياحية؟ بدر رفض يبني يا باشا. هكلم لك عمر زيدان. عمر زيدان بيشتغل مع بدر يا باشا، والاثنين بيشتغلوا مع بعض. بقى يعني لا قادر على صبيان عيسى مرزوق، ولا قادر على فتح مصطفى، ولا قادر على بدر الدسوقي. ده كده بتضيع وقتي. عموما هكلم لك عمر وهيشتغل لما اكلمه. بس الكلام مش هيجيب نتيجة يا باشا. كلمة الباشا ليها وزنها. أنا بيتهيألي سمعت صوت حضرتك قبل كده. سامية هانم وكيلة أعمالي. بس أنا متأكد إن أنا سمعت الصوت ده قبل كده. روح لشغلك دلوقتي، وهبقول لك إمتى تتصل بعمر زيدان، وهنبني بورق ولا من غير ورق. أمرك يا باشا.
دلوقتي بقى يهمنا اننا ننهي عمليه اسكان الهرم بدون تدخل من اي جهه. انا شخصيا ماليش في الجهه. اطلب مني اعرف اي حد قيمته اعرف بس بحساب، لكن تزوير ورقه دفع رشوه مش شغلتي. ما هي هي اللي بتهددني، هي اللي بتهددني وبتهدده هو نفسه. عموما هعرف النهارده ولا بكره، هعرف اذا كانت هي ولا لا. اذا كانت هي يبقى الباشا راح انتهى وبقيت انا الكبير. ان كان شغالها عنده وهو عارفها هيقول لي، لازم يقول لي، والا بقى يبقى هو اتفق معاها وعايز يخلص مني. في الحاله دي هتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيها. عموما ملاعب فتح الاول. الله الله، ايه ده؟ ما تخافش يا استاذ فتحي، المره دي تهويشه بس. بس المره الجايه بقى هتروح فيها انت وولادك، ولا تسمع الكلام؟ انا مش همشي، هنركب عربيه الشغل. والاولاد هنجيبهم ازاي يا سلمى؟ ماليش دعوه، اتصرف، احميني انا واولادي. طب نمشي دلوقتي بس يا سلمى. قلت لك مش همشي، ركبني عربيه. انا في الكلام اللي انت قلته ليا، هل معناه اني اخاف؟ بتنصحني يا بدر اني اخاف؟ لا، مش المقصود انك تخاف. امال المطلوب مني اعمل ايه بعد ما قلت لي انهم خطر ويقدروا يعملوا اي حاجه؟ المطلوب منك انك تاخد بالك. انا متوكل على الله وبس. ما كلنا متوكلين على الله، بس معنى انك تتوكل على الله انك الاول لازم تعقلها وبعدين تتوكل. المطلوب منك دلوقتي انك تكون حذر. قول لي، قلت ايه للبوليس؟ قلت كل اللي عندي. شرحت ازاي عرفت لعبه مراد، وازاي بلغتك، وازاي طلبت من سلمى تعمل مذكره، وازاي هددوني عشان اسكت ومش هسكت يا بدر. قلت كل حاجه زي ما حصلت بالظبط، بس نمر العربيه طلعت مسروقه. ها وبعدين؟ الاجراءات ماشيه. طب ورؤسائك في المصلحة رأيهم ايه؟ رؤسائي متفهمين الوضع وهيتصرفوا بالقانون. هما كمان واثقين في نزاهتي. الحمد لله على كل حال يا بدر. انت لسه خام، مالكش في الشغل التقيل، مفيش مخ. انا يا باشا؟ امال مين اللي له في الشغل التقيل؟ خلصت موضوع ارض القرية السياحية؟ ما انا قلت لسعادتك فتحي مصطفى راكب دماغه ومصر على عقربه، عامل لي نظيف وما بياكلش، رغم انه ما حلتوش الا مرتبه. خش له من سكه تانيه. فتحي مصطفى مالوش غير سكه واحده، القانون. خلاص خش له بالقانون. اطلب مصالحه وادفع ثمن الارض. يعني ايه يا باشا؟ مش فاهم. فهميه يعمل ايه؟ هي اللي هتفهمني يا باشا. ايوه، روح معاه. اللي تشوفه يا باشا. ايه يا داري؟ ايه حكايتك انت وجوزك؟ حكاية ايه يا ماما؟ سايبيني كده لوحدي، كأنكم بتعاقبوني عشان ارجع عمر. ماما، انت مش رحتي لبابا المكتب وجي معاكي هنا؟ ايوه. ودي فيها ايه دي؟ يعني اصطلحتم او وافقتوا على الصلح. وماما برضو اللي بتبلع الاهانة وما تردهاش؟ لا يا ماما، أرجوكي إلا بابا. إلا بابا يا ماما؟ أسيبه بقى، بعد ما سرق الملايين أسيبه يديها لها. تاخديه منها أه، ترجعي لكي أه، إنما تتأمري عليه لأ. أنت ما بتحبينيش، لو كنت بتحبيني كان إحساسك بقى نفس إحساسي. أرجوكي يا ماما، أنا حامل. أنت عارفة حالتي كويس، ما تزوديهاش بالقلق، كده مش كويس عشاني. والحمل ده كمان انا مش موافقه عليه، لكن الظاهر ما حدش بقى بيسمع كلامي في القصر ده، كل واحد بيدور على نفسه. ايوه يا بدر، بدر انا محتاجاك.
حكايتك انت وجوزك؟ حكاية ايه يا ماما؟ سايبيني كده لوحدي كأنكم بتعاقبوني عشان ارجع عمر. ماما انت مش رحت لبابا المكتب وجي معاكي هنا؟ ايوه. ودي فيها ايه دي؟ يعني اصطلحتم او وافقتوا على الصلح؟ وماما برضو اللي بتبلع الاهانه وما تردهاش؟ لا يا ماما ارجوكي الا بابا. الا بابا يا ماما؟ اسيبه بقى بعد ما سرق الملايين اسيبه يديها لها. تاخديه منها اه، ترجعي ليكي اه، انما تتامري عليه لا. انت ما بتحبينيش، لو كنت بتحبيني كان احساسك بقى نفس احساسي. ارجوك يا ماما انا حامل، انت عارفه حالتي كويس، ما تزوديهاش بالقلق كده، مش كويس عشاني. والحمل ده كمان انا مش موافقه عليه، لكن الظاهر ما حدش بقى بيسمع كلامي في القصر ده، كل واحد بيدور على نفسه. ايوه يا بدر، بدر انا محتاجاك. ايوه. طب اجيلك فين؟ ادخل. ايه ده؟ مالك في ايه؟ ماما بتدبر مؤامره لبابا. طب ما هي بتدبر من يوم ما قلت لها انه هيتجوز. لا، المره دي بقى داخله من سكه الحب، هتخليه يرجع تاني يمسك شركتها ويرجع تاني الفيلا وبعدين توراته في حاجه. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايوه يا بدر متاكده. طب ما تنبهيه. خايفه ان انا ازود الخلاف اللي بينهم وابقى انا السبب. طب تحب اكلمه انا؟ يا ريت يا بدر، بس اوعى تزود الخلاف اللي بينهم اكتر واكتر. حاضر، بس هدي روحك انت وشيلي الموضوع ده من دماغي خالص. انت حقيقه تستاهلي يا مزمزيل هدى. ايوه. ليه؟ اتخطبت وهتجوز وهسافر بره مع جوز. ومعاه ايه ده بقى اللي اتخطبتي له؟ طب ما انا عرضت عليك قبل كده الجواز، رفضتيني. هتجوز دكتور يا معلم. اه دكتور بشهاده، واحد من بتوع الشهادات. طب ما احنا من غير شهادات ولعبناها، يقدر يلعبها زينا؟ اركبك تمسحها من بكره لو عايزه، اسكنك في المنتزه يا تمليك، يقدر يقف قدامي؟ يا معلم مش مسألة انه يقف قصادك، اصلك مستحقراني عشان بتاع الشهادة. هو انا لما اتجوزتكش ابقى بحتقرك؟ قال في مين تتمنى تتجوزك غير يا معلم؟ هي الشهادات عندي كل حاجة. هي العين اهم المناخير؟ كل مهم. الله يفتح عليك يا معلم. دلوقتي بقى عن اذنك بظبط ورقي عشان هسلم الشغل، همشي استقلت وبستعد لابو شهادة. بس ده غلط، هتسيب اسكندرية واهل اسكندرية وراجل الف زي وتتغربي؟ اسكندرية وزيت اسكندرية دي كانت مجرد سبب، غير في حياتي حاجات كتير قوي. ايه هي؟ ما تخصكش يا معلم، المهم انها كانت محطة شكلت حياتي. محطة ايه وموقف ايه؟ اسمعيني كويس. اسمعني انت، اتفضل خش المدير وخلص شغلك وسيبني انا كمان اخلص شغلي. وبعدين ما تخافش عليا يا بدر، انا صبت نافوخي مظبوطه 100%، وعارف محاسن والعبها. انا بس حبيت اقول لك تاخد بالك، جايز لسه ما صفيتش. الله يخليك. المهم داليا عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. خلي بالك منها يا بدر، داليا دي غاليه عليا قوي. طبعا. طيب بس استاذن انا دي ما بدر يا دوب. طب ماليش معاك نبره محمود نصبي؟ اظن عندي الكارت بتاعه. ده بتدوني. اه شكرا يا بدر. طب استاذن انا مستعجل، ما لسه بدري يا بدري. يا دوبك استاذن انا. مع السلامه. الله يسلم. مع السلامه. الله يسلم على داليا. يوصل. اكلم بقى محمود نصري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر ناصر
التركيز. الله، هو انت؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ابو حاتم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا عمر زيدان. ايوه، اهلا 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 بيك. بقول لك ايه، داليا خلاص قربت تولد، عايزينك بقى تشرف يا حلو. لا، ما نقدرش نستغنى عنك، لازم تيجي. ارجوك يا محمود، او بالمره كمان تشوف عروستك وتاخدها معاك، ما هيجوزها لك بالتوكيد. ما تخافش من اي حاجه، اي حاجه انا هسألها لك، وهبعت لك يا سيدي كمان شيك على بياض ومعاه تذكره الطياره. لا لا، ما تعتدش يا عم. طيب، مع السلامه. مع الف سلامه. الحمد لله. اروح بقى الهدى اقول لها. طب يا عمر، ما تغيبش علي. من عينيا، انت منوره. المشكله ان انتوا فاكرين ان انا عايزكم تقفوا معايا ضد عمر زيدان عشان نوسه وبس. مش قادر تنساها. مش قادر ينسى فلوسه. عمر زيدان يا باشا خلى كل شركات المقاولات في البلد ترفض تجنننا. تأثير بدر الدسوقي عليه كبير، كبير قوي. نزيح بدر من السكة. بدر مش سكتنا. دي شبكة كبيرة يا باشا. عمر وبدر وفتحي، يعني المقاولين والحكومة. بدر حامي فتحي ومجمد قلبه، وعمر حامي الاثنين. ومشروع أرض طريق مصر اسكندرية الصحراوي والقرية السياحية في البايباي من تحت راسهم. يعني ملايين هتضيع؟ أنا ما بقفش ضد النوع المظبوط قوي. أنا يشتري البني آدم يتخلص عليه يا باشا. مش معقول يا هدى. أنا خلاص قررت. كلام إيه اللي بتقوليه بس ده يا هدى؟ يا بنتي يا حبيبتي، بقى تتغربي وتسافري بلاد بعيدة ما تعرفيش فيها حد وتقولي لي أحسن؟ زمن الكلام ده خالص، انتهى. النهارده البنت ولا الولد بيخرج يدور على مستقبله في اي مكان في الدنيا، وبيعشش في اي مكان بيلاقي نفسه فيه. بس هتبعدي عننا يا بنتي ومش هنشوفك. يا بابا، الطياره توصلك النهارده لندن قبل ما توصل اسيوط. احنا في عصر ثوره اتصالات، خلت الدنيا بقت صغيره قوي. يا بنتي، انت وحدتي اللي طلعتي بيها من الدنيا. التليفون هيسمعني صوتكم ويسمعكم صوتي كل يوم كاننا مع بعض. خلاص يا اسماعيل، خلاص، دي ما صدقت. وانا اتفقت مع الراجل واديته كلمه. يعني ايه؟ يعني خلاص، يعني هتبقي مشروطه للبعد. خلاص يا ماما، انا لقيت نفسي بعد ما كنت فاكره ان الايام كشرت ومش هلاقي الصوره اللي في خيالي لحياتي، وكاني مفيش حد الا بتوع الشركه اللي بيتكلموا ازاي يهربوا البواكي والارانب. ومالهم يا اختي الارانب؟ طب ده الكيلو منهم بالشيء الفلاني. مش سكتي. خلاص، ربنا يوفقك يا بنتي. مفيش فايده، مفيش فايده، هتتعب يا اسماعيل. ما تقفيش قدام مستقبل البنت يا زينه، وسيبيها تعمل اللي هي شايفاه صح. شوفي مين يا هدى. حاضر. عمر بن زيدان، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا عمر بيه. اهلا بيك. اهلا عمر بيه. اهلا بيك. اتفضل اتفضل، استريح. معلش انا مش هاخد من وقتكم دقايق. حاجه ساعه بسرعه يا زينب. حاضر. اهلا اهلا. خير يا عمر بيه؟ انا اصلي كلمت الدكتور محمود في التليفون، قال لي انه جاي قريب قوي. يلا جهزوا نفسكم بقى عشان تكتبوا الكتاب وتسافروا. كلمته امتى؟ الليله دي في مكتبي، ما انا عندي خط مباشر للعالم كله. لو عايزه تتصلي بيه في اي وقت تعالي لمكتبي عشان تكلميه. ايوه بس ده الورق لسه عند فتحي افندي، والبسبورتات لسه ما خلصتش. يا ستي مش مشكله، كل ده بسيط. اصل بصراحه الدكتور محمود كلفني ان انا اديكوا اي مبالغ انتوا عاوزينها، عشان كده هديكوا شيك على بياض تكتبوا فيه المبلغ اللي انتوا عاوزينه. من فضلك يا عمر بيه، انا ما اقدرش اقبل الشيك ده. هدى يا بنتي، خلي البساطه احملي، خدي الشيك واتصلي بخطيبك، لو قال لك لا رجعيه تاني. ايوه ايوه صح صح يا هدى. يا بنتي انتوا محتاجين فلوس كتير الايام دي، جهزي نفسك بعد ما تتاكدي ان خطيبك هو اللي امر بكده. ماشي؟ عن اذنكم، اتفضلي. متشكرين، بس مش معقول تمشي من غير ما تشرب حاجه ساقعه. ما احنا هنشرب الشربات ان شاء الله. ما هو عيب انك تيجي وتخرج كده من غير ما تشرب حاجه.
يا سيدي احنا مش هنغلط. خلاص يا هدى اعتبري نفسك زي بنتي بالظبط، والدكتور محمود زي ابني واكتر. ماما ماما يا بدر 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 بدر. الحمد لله احنا عملنا انجازات كبيره قوي في مشروع المدن الجديده. ايوه بس لسه التكلفه عاليه. الاسعار مرتفعه يا رشدي، بس هنعوضها من ناحيه تانيه من المقاوله بتاعت الخدمات. ايوه يا بدر بيه، بس لازم يبقى في شرط في عقودنا، اذا الاسعار اتحركت يحاسبونا. يا رشدي احنا بنتعلم وهنقعد طول عمرنا نتعلم. الو. ايوه انا. ايه بتقول ايه؟ طيب طيب انا جاي حالا. بدر اوعى تنسني ده كله عشان اثبت لك قد ايه بحبك. مش ناسي يا داليا، المهم شد حيلك انت عشان تخرجي بالسلامة. داليا يا حبيبتي. اجهز نفسي عشان العملية. داليا الدكتور محمود جه عشانك مخصوص. يا جماعة داليا بخير؟ ان شاء الله. ميرسي يا ماما. ما تخافيش يا ماما. قلبي معاكي يا ديدي. ربنا معاكي. خدي مساحة دموعك. اسكت انت. اديني المنديل يا بدر. ممكن نهدى شوية؟ ما هو لو داليا حصل لها حاجة انتوا الاثنين مسؤولين. ربنا يلطف بينا. احنا كلنا عملنا اللي علينا. عمر بيه استدعى الدكتور نصحي مخصوص من انجلترا عشان طبعا عشان هو عارف حالتك كويس. طمن يا بس ان شاء الله هتكون بسلامه. خديها يا مدام سلمى اديها شويه. وحضرتك كمان لازم تهدى، دي حاله ولاده يعني بسيطه. حالتها الصحيه ما تسمح لهاش لا بالولاده ولا بالحمل. وهي فتره الحمل عدت على خير وتولد اهي. ما تقلقش يا بنت ان شاء الله خير. انا متمسكه بالطفل عشانك انت. صدقني يا بدر انا بعمل ده كله عشانك. ميرسي يا حبيبتي. نفسي احس اني قدرت اساعدك واني قدرت اعمل لك بيت وعيله. لازم تتاكد من حبي ليك يا بابا. متاكد متاكد اوي. من ايه يا بنت؟ ها؟ لا ابدا اصلي سرحت شويه فاتي. انت نسيت اللي علمهولك جدك ولا ايه؟ وانا في دماغي حاجه دلوقتي يا فاتي غير اللي داليا في اوضه العمليات. واذكر ربك اذا نسيت. يلا اتفضل يا فاتي. يلا يا عمر. يلا بدر يلا. هي يا دكتور محمود طمنا. مبروك مبروك يا محاسن هانم ولدك. وبنتي بخير والحمد لله. طب ممكن اشوفها؟ لما تفوق الدنيا. هي كويسه؟ عال العال والحمد لله. الف مبروك يا مدام محاسن. ميرسي. الحمد لله. يا هدى شوفي مين يا هدى. حاضر يا ماما. ازيك يا هدى؟ اهلا يا محمود. حمد لله على السلامة. الله يسلمك. نورت مصر كلها. عملت ايه؟
هنكتب الكتاب امتى يا حماس؟ ومستعجل كده ليه؟ وقت ما تأمر يا محمود. خلاص يبقى بكره ان شاء الله. لا ده بكره الثلاث، واللي يدخل فيه بيبات. ماشي يا حماتي، يبقى يوم الاربع. لا الا الاربع، دي عروسه الاربع تتصربع. الله، انت نسيت ولا ايه يا دكتور؟ احنا لينا عادات وتقاليدنا. ماشي، يبقى نخليه يوم الخميس ان شاء الله. اللي فيه يا بدر؟ هيجيبوه كمان شويه. اللي اسمها نوسه دي تبعت صور لبنتي. فرحانه بسلامة الدنيا، اللي بشكرها نيابة عني وعن داري يا عمر. اسمه الورد ده برضه. حد يرمي الورد برضه يا هاني. ماما، ماما انا كده ما استحملش. انا حاسكت عشان خاطرك انت بس. تعرفي الدنيا، انا اعصابي برضه كنت في وسط العمليات وقلقت عليكي قوي. قلقت عليا بس؟ طبعا. المهم خلي بالك من نفسك. ايوه دالي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك عشاننا كلنا. ميرسي يا بابا، تعبتك معايا، تعبتكم كلكم. ما تقوليش كده يا حبيبتي، هو انا ليا كام دالي؟ انا كنت فاكراك جايبني تفسحني. بكره الدخله والسفر، بس النهارده عايز اشوفك خالص. احب مين قلبي؟ قلبي النضاف مفيش قلوبهم الا خير. طبعا. ازيك يا فندم؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا بدر؟ الحمد لله. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا مدام. اهلا وسهلا. الله، ايه اللي جاب مراد شوقي؟ انت عزمته ولا ايه؟ ايوه عزمته، عايز الشمل يتلم تاني. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مراد؟ سلام لله يا فندم. هو يبقى في سلام وانت موجود يا مراد؟ الله، ليه كده يا فندم؟ بيستولى على ارض الحكومه، بيحاول يرشينا، وكمان بيحاول يعتدي علينا. انا مظلومه محمود، صحابك بتوع حاره الدسوقي ظلمني. انت تظلم بلدك يا مراد، وبدر اكتر واحد ظلمني. نفسي اسمعك حكايتي وتحكم بنفسك. ماشي اسمع. والزوجه ايه بس؟ قول يا مراد انا سامع. انا ليا ارض. استيلاء، وضع يد، لكن مش ملكه. والقانون بيقول ايه في الحاله دي؟ تعدي على املاك الدوله ويزال التعدي. او ارض مستصلحه وتباع لوضع اليد. ايوه. خلاص دخلني في حته القهوه دي. ايوه، عامله زي الغريب. ده هيبني. يبيع له بس. حته ان انا ابني او ما ابنيش، دي تبع اداره ثانيه مش تبعك انت. صح. خلاص يا فندم. عامله زي ما بيقول كده مدام، ده قانوني. ده خبيث خبز. هنا مخ عمل ملايين ولسه هيعمل. ايه يا عم فتحي؟ هتعاملني بالقانون ولا اشتكي؟ اشتكي. اشتكي علشان انا عارف نواياك. الاستاذ فتحي صح. مش عايزهم يخسروا بعض يا ولد. خلصنا من الحكايه دي. شوف حكايه بدر بقى. وانت ليك معايا حكايه مراد؟ هياخدكم واحد واحد. ايه يا هدى، انت ضده ليه؟ هو اللي ضد الدنيا. مرات حماك سرقة مني ملايين، قول له رجعها لي بالسوق بدل ما حارب. انا لو حاربته هحتفظ فيه. طبعا ده 100%، بس اعمل حسابك ان انا كمان مش هسكت. مش عايز اصطدم باي حد فيكم عشان العيش والملح. شرفت بلدك يا دكتور محمود، ان شاء الله احضر فرحك. شكرا يا مراد، مع السلامه. يا اخوانا عملوه كويس، يمكن لو عملتوه كويس يرجع تاني كويس. مش ممكن. يبقى مفيش داعي تذبحوه. طب ليه نبقى سلبيين؟ يا هدى، مش احنا اللي مسؤولين عن الاصلاح؟ ما تشوفونا الناس دول بقى عندهم حلب حصى، ولا ناخد دلوقتي بقى وامرنا لله. احنا هنتغدى كلنا سوا. طيب داليا والمولود عاملين ايه؟ عالوا الحمد لله، لسه معدي عليهم قبل ما اجي. على فكره دكتور محمود، انا نسيت اشكرك انت وهدى. لا شكر على وجهي. خلاص هياخدك مني.
هو لازم ده يحصل يا ماما. أنا مش متصورة أبعد عنك إزاي ولما عاوزة أشوفك أعملي أخد فيزا وأركب الطيارة. أنا هاجي وهزورك يا ماما، وأنت كمان هتيجي وهتزوريني، منها تشوفيني وتشوفي بلاد جديدة وناس جداد. خلاص بقى يا ماما. خلاص يا هدى. أيوة يا ماما. محمود وفتحي وبدر مستنيين. إيه؟ بدر؟ وإيه اللي جابه تراخر هنا؟ وبعدين يا زينة مش وقت. يلا يا هدى اشتحيلي. اهلا وسهلا يا عمي. اهلا وسهلا. ربنا يتمم بخير ان شاء الله يا رب. امال فين العروسه بتاعتها؟ اتاخرت علينا ليه؟ جاي حال. يا محمود الف الف ابوك يا اخويا. الله يخليك. يلا يا عروس، العروسه وصلت. مبروك يا عروس، مبروك. الف الف ابوك يا بدر. الف ابوك يا محمود. الله يبارك. انا بقى محضر لك زفه تحت، انما ما حصلتش. مش عاوز زفه. نعم وما تنزفش لي ان شاء الله. خارج بيت ده، حتى خارج البيت اللي اكبر منك بسنين. انزفك.